ازيكم؟ كيفكم؟ اخباركم واحوالكم؟ رجعنا لكم في ونس جديده مع نهضه. الفيديو ده معمول للناس الممتحنين دفعه سنه ثامنه او دفعه سنه ثالثه ثانوي، اللي هم بيقولوا عليهم دفعه الكورونا. انا ما بحب الاسم ده، لكن مشيتم ام ابيتم ده خلاص حيكون مسماكم. انا حابه اقول لكم انه الفيديو ده معمول عشانكم. فلو انت خاله، لو انت ام، لو انت اخت، لو انت بنت خاله، لو عندك اي زول ممتحن، شيل الفيديو ده واديه له، بس شرطا في وقت الراحه بتاعته او في وقت البريك بتاعه. اديه الفيديو ده، خليه يحضره وان شاء الله يستفيد منه. ده طبعا بعد ما انت تحضريه وتكمليه، شيليه واديه له عشان يحضره ويستفيد منه ويفيد غيره من الناس. تمام، نمشي على الفيديو بتاعه. عزيزي الممتحن، عزيزتي الممتحنه، لو انت حسي حاليا ادوك الفيديو ده عشان تحضره، فحابه اهنيك لانه انت واحد من اعظم الناس واكثر الناس المحظوظين في السودان، لانه في 40% من الاطفال في السودان ما قادرين يخشوا مدارس وما قادرين يكونوا متعلمين. انت حسي حاليا محظوظ جدا جدا، لانك انت النخبه من السودان اللي قادرين حسي حاليا يقعدوا يمتحنوا وعارفين يقروا ويكتبوا ويحسبوا. فاول حاجه انا بهنيك على الحاجه دي، مبروك مبدئيا قبل ما تخش الامتحانات وقبل ما تنجح فيها وقبل ما يحصل فيها اي حاجه. مبروك اصلا لانك انت اصلا وصلت المرحله دي في حياتك وقادر انك تتعلم. ده واحد. نمره 2، انا عارفه غالبا وانت بتحضر في الفيديو ده ممكن تكون الكهرباء قاطعه او المويه قاطعه او في مشكله في انكم تمشوا تجيبوا الغاز او 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 او. بغض النظر، انا عارفه انه دي كلها مشاكل وقطعت الكهرباء بتزهج. انا اللي قدامك دي لما انقطعت الكهرباء بتجي بتزهجني شديد وبتخليني ما دايره اعمل اي حاجه، لكن انا عايزاك انت وانت تغيروا تفكيركم تجاه الحاجات دي. اي السودان صعب، واي الكهرباء عندنا لسه بتقطع، واي لسه عندنا الانترنت ضعيف، واي دايرين نعمل درس خصوصي وما لاقين لانه بسبب الكورونا وما قادرين نطلع، او حتى لو في زول داير يشرح لنا الكهرباء بتقطع في نص الشرح. انا عارفه، انا عارفه انها دي كلها مشاكل وكلها حاجات مزعجه شديد بتخليك مش تحرد القرايه، تحرد الحياه بعمومها. لكن انا حابه اقول لك في الفيديو ده شويه حاجات بسيطه حتخليك تغير نظرتك للموضوع ده وحتخليك ترجع قرايتك. الفيديو ده معمول عشان كل ما تحس بانه انت زهجان، عشان كل ما الكهرباء تقطع، عشان كل ما انت تكون ما قادر تستحمل الضغط بتاعت القرايه، تجي تحضره. وفي نهايه الفيديو حيكون في حاجه صغيرونه كده انا هعملها لكم عشان تفرفش بيكم ان شاء الله شويه. حسي حاليا خليني اوريك الحاجات اللي انت مفترض تعملها لما تحصل اي حاجه معاك كامل. مبدئيا حاول غير نظرتك للحاجات اللي بتحصل لك كل يوم. انا عارفه انه نحن يمكن من دول العالم الثالث ولسه عندنا مشاكل بتاعت كهرباء في دول كثيره ما موجوده، والممتحنين زيك بياكلوهم وبيشربوهم وبيخلوا باله منهم. انا زي ما قلت لك من البدايه، انت محظوظ شديد حسي حاليا كونك في السودان. في 40% من الاطفال في السودان ما قادرين اصلا يكونوا في السلم التعليمي ولا وصلوا مرحلتك دي. سنه اولى اساس، سنه ثانيه اساس، ما تخطوها. انت حسي حاليا واصل ثامنه اساس، بمقوله اخرى واصل ثالثه ثانوي، يعني انت السنه الجايه حتكون في الجامعه. صدقني انت نخبه النخبه في الشعب ده، فمبروك لك. نمره 2، حاول غير تصرفاتك تجاه الحاجات. يعني دائما كنا بنسمع الرسول صلى الله عليه وسلم بيمشي يتعبد في غار حراء، يمشي لحد غار حراء، حتة مقفولة ما فيها لمبة، ما فيها هواء زي الناس، وبعيدة من كل الناس، بيقعد فيها ويتعبد. تفتكر ليه ربنا ما كان قرر انه مثلا يمشي يقعد تحت راكوبة، ولا يمشي يقعد له تحت مظلة، ولا يمشي يقعد له تحت شجرة ويتعبد؟ لانه ببساطة الزول لما يكون بيعمل في حاجة قيمة شديد وحاجة ظابطة شديد لازم يكون حتة بعيدة من كل الناس. فدي نصيحتي لك، لما انت تكون بتقرا ما تحاول تقرا في نص الهول بتاع البيت، حاجه دي غلط شديد. امشي اختار لك غرفه، وانا متاكده اي زول حسي حاليا ايا كان وضعه المادي حاليا اهله ممكن يفضوا له غرفه كامله يقعد فيها يقرا، ان شاء الله كرسي، ان شاء الله. المهم اختارت لك حته انت بتقدر تقعد فيها، اضاءتها كويسه، هواها كويس. انا عارفه انه الواطه مسخنه الايام دي، لكن بقدر الامكان حاول اختار حته الهواء بتاعها كويس والاضاءه بتاعتها كويسه. ما الا تكون مكتبه فخمه وحلوه وظريفه، اي حاجه بتقضي الغرض. المهم حاجه حته انت ممكن ترتاح فيها وانت بتقعد فيها. انا واحده من الناس كنت برتاح لما اشيل المخده بتاعتي واخدها في الواطه وافرش كتبي جنبي، نزلي الحاجه دي كده كانت مريحه شديد. كان عندي مكتبه واي حاجه لكن ما كنت شغاله بيها. فانت شوف الحاجه اللي انت بتنفع معاك واعملها، ولو طلبت اي حاجه من ناس بيتكم ما حيرفضوا لك، لانه الفتره دي انت ممتحن ومفترض تجتهد ومفترض تجيب نتيجه حلوه، فاي حاجه انت دايره حتعامل كملي. النصيحه نمره 2، اختار طريقه القرايه بتنفع معاك. لو انت زول بيحب يقرا مع الجماعه، حاول امشي شوف اصحاب
او حاول شوف جروبات بيقدروا يجروا مع بعض، حاولوا شوفوا ليك في الحله جنبكم يعني، حاولوا شوفوا ليك شوف ليك ناس تقدر تتلم معاهم في حته وتجروا مع بعض. حتى لو الحاجه دي ما متاحه شوف لك زول واحد، او حتى لو الحاجه دي ما متاحه شوف اخوك الكبير، حاجه دي ما متاحه شوف ولد الجيران بنت الجيران، حاول شوف اي زول انت حاسب انه الماده دي عندك ماده معينه مثلا الزول ده شاطر فيها، الزول ده شاطر فيها او الزول ده كويس شديد فيها. صدقني لو طلبت من اي زول في الفتره دي انه يشرح لك اي حاجه او يساعدك في اي من الحاجات اللي انت ما فاهمها ما في زول حيتوقف منك. تمام، دائما لما تقرا حاول اختار طريقه القرايه النافعه معاك، انه انت تقرا براك تقعد براك لمده ساعات كثيره ماشي، انك تقعد كله 25 دقيقه وتفصل ما بين كله 25 دقيقه ب 10 دقائق زي انك مثلا تجي تحضر الفيديو بتاعي او انك مثلا تمشي تلعب في ببجي او تعمل اي حاجه لمده بس 10 دقائق بعد ذلك حترجع لقرايتك، ما حتقعد ساعه في ببجي. تمام، فخلي بالك في الحاجه دي انت، ولا كونك تمشي تطلع تمشي الدكان ما تمشي تصرمح هناك في مصطبه بالساعات، لا 10 دقائق بس تجي راجع طوالي عشان تكمل قرايتك، دي فتره محدوده حاول تستغلها كويس، اختار طريقه قرايتك الكويس النافعه معك، بعدين شوف المساعده من الناس اللي حواليك وما في زول حيخليك. يا اخي اقول لك حاجه، لو انت ما لاقي زول يشرح لك تعال خش لي انا في الفيسبوك بتاعي او تويتر، قاعدات تحت انا حاخدهم في صندوق الوصف، اسالني اي حاجه انت دايره، سواء انت كنت في سنه ثانيه او سواء انت كنت في سنه ثالثه، اسالني اي حاجه، انا حتى لو انا ما عرفت اجاوبك حالقى لك زول ممكن يساعدك في الموضوع ده. تمام، ثالث نصيحه انا حابه اقولها لك انه انت مفترض تخلي بالك وتركز شديد، انت حسي حاليا ما بتحاول تنجح عشان بس لنفسك وعشان تفرح اهلك بالنتيجه الحلوه، انت بتحاول تنجح عشان انت مفترض تبني السودان. نحن مش قلنا بعد الثوره انه نحن حنبنيه؟ ها انتوا بجد بجد حتبنيه، لو ما كنت زول شاطر شديد وقاري شديد وعارف الحاجه اللي انت دايره ما حتمشي لقدام وما حتبنيه معانا، حتقعد بتعاين كده وبتقول فهراتك كثيره. فرجاء خلي بالك من قرايتك، حسي حاليا في الفتره دي في زول سالك قال لك حنبنيه كيف ولو بانه انا حركز في قرايتي، انا حسي لو سالوني بانه انت حتبنيه كيف حقول لهم بانه انا واصل اعمل فيديوهات في اليوتيوب عشان افيد بها ناس كثيره منهم انت يا الممتحن. حاولوا اعرفوا الحاجات دي شديد وخلي بالك شديد، وزول سالك الايام دي انت بتعمل في شنو قول له انا قاعد ابني فيه، قاعد تبني فيه بشنو؟ بانه انت تركز في قرايتك وتبقى شاطر شديد، عشان صدقني السودان ده ما حيمشي من غير ما انا ادي واجبي ومن غير ما بتاع الدكان يادي واجبه وبتاع المصنع يادي واجبه والطبيب يادي واجبه وانت كطالب تادي واجبك اللي هو انك انت تقرا وتخلي بالك في قرايتك وتخليك زول متهم، ونفرح بك بعدين بنتيجه حلوه شديد، تنسينا قطعه الكهرباء شينا وتنسينا الايام اللي بنمشي نجيب فيها المويه وتنسينا الحبس الحسي حاليا احنا قاعدين فيها والكورونا الصغيره دي كلها احنا حننساها لما انت تجيب لنا نتيجه حلوه تفرحنا وتفرحك انت قبل ما تفرح اي زول. انت لو ادبي ما حيفرق معاك انه انت بس حتكون داير 80 حتكون داير 70، شوف الحاجه اللي انت دايره بعدين جيبها، ما ضروري تجيب 90ات ما ضروري تجيب 80ات ولا ضروري تجيب 50ات، جيب النسبه اللي انت دايره اللي عايز تقربها انت 280 270 260 210 بغض النظر انك انت بس تنجح ايا كان النتيجه اللي انت حتجيبها بعدين نحن حنكون فخورين بها وحنكون عارفين انك بذلت اقصى ما يمكن، ولكن كمان نحن حنكون عارفين ان انت خدت اقصى ما عندك عشان انت تنجح، لكن كمان ما تاخذ الحسي حالنا الايام دي حاصل والجوطه الحاصله حواليك دي عذر على انه انت ما تجتهد وعلى انه انت ما تبني. صدقني انت لما تكون بتقصر وما تنجح وما تجيب نتيجه حلوه تفرحك انت شخصيا قبل ما تفرح الناس اللي حواليك انت بتقصر في انك تبنيه. احنا مش قلنا حنبنيه؟ مش كنتوا ايام القياده معانا وقلتوا حنبنيه؟ هذه الطريقه اللي انتم ممكن تبنوا بها، ما دايرين منكم اي حاجه ثانيه، بس اتهدوا وخلوا بالكم في قرايتكم. كده انا خلصت من الحاجات اللي انا حابه اقولها عليكم في الفيديو ده، اي حاجه انتم غلباكم زي ما قلت لكم هاخد لكم اللينك بتاعي بتاع الصفحات بتاعتي الشخصيه بتاعت الفيسبوك والتويتر تحت عندكم في الديسكربشن، اي زول عايز يسال اي سؤال اي مساله غلبتك اي حاجه انت ما قادر تفهم وعايز اي حاجه في اي حاجه، فلو عايزين اي حاجه في اي ماده في اي حته رسلوا لي، او حتى لو انتم ما عندكم تلفونات وما قادرين ترسلوا لي رسلوا لي اخواتكم الكبار خلوهم يسالوني، رسلوا لي امهاتكم خلوهم يسالوني، وانا ذاتي لو ما قدرت لو حسيت بانه الرسائل كثيره علي حشوف معي ناس ثانيين يردوا على الرسائل وما تخافوا نحن معاكم وكده حنبنيهم. تمام،
ما نسيت اخر حاجه انا حابه اقولها لكم في الفيديو، انا هغني لكم اغنيه صغيره، اغنيه لبنانيه. للاسف ما عندنا اغنيه سودانيه، كان نفسي اكون يعني زوله شاعره وكده واغني لكم. هغني لكم اغنيه شانتال. دي شانتال بتقول: عم تخطر عبالي بالحجر الصحي، بيخطر لي كتب لك وعم برجع محي. عم تخطر عبالي بالحجر الصحي، تخطر لي كتب لك وعم برجع محي. كيفك بالبداية؟ قضي وقتك كيف؟ شو وضع الوياي؟ شو وضع التنظيف؟ كيفك بالبداية؟ قضي وقتك كيف؟ شو وضع القراية؟ شو وضع التظبيط؟ كم من كتاب قريت؟ مين اتصل تحديد؟ كم من رواية قريت؟ مين اتصل تحديد؟ عم تاخد بالك عحالك؟ عم تاكل صحي؟ عم تخطر عبالي بالحجر الصحي، عم تخطر عبالي بالحجر الصحي، بيخطر لي كتب لك وعم برجع محي. عم تخطر عبالي بالحجر الصحي، بيخطر لي كتب لك وعم برجع محي. كيفك بالبداية؟ قضي وقتك كيف؟ شو وضع الوقاية؟ شو وضع التنظيف؟ كيفك بالبداية؟ قضي وقتك كيف؟ شو وضع القراية؟ شو وضع التظبيط؟ كم من كتاب قريت؟ مين اتصل تحديد؟ كم من كتاب قريت؟ مين اتصل تحديد؟ عم تاخد بالك عحالك؟ عم تاكل صحي؟ عم تخطر عبالي بالحجر الصحي؟